مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي يكشف عن خطورة ما تقوم به تركيا في منطقة شرق المتوسط. الدراسة جاءت بعد تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لليونان وقبرص، والتي دعت الأتراك للكف عن تصرفاتهم الاستفزازية. هيثر كولي، الباحثة ومديرة برنامج أوروبا بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي، ونائبتها راشييل أليهوس قالتا في تقريرهما أنه بينما قد يبدو ما حدث بمجرد لحظة احتكاك بين حلفاء في الناتو، فإنها ليست كذلك في حقيقة الأمر، فهذا الحادث يمثل مأزقا استراتيجيا أكثر عمقا بالنسبة للحلف، كما يمثل انقساما واضحا بصورة متزايدة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. وأضافت كاتبتا التقرير أن هذا المأزق الاستراتيجي راسخ في سياسة تركيا الخارجية والأمنية الإقليمية الجديدة، وهي سياسة ترتكز في جانب منها على أساس عقيدة الوطن الأزرق، وقد أسفر تنفيذ هذه العقيدة عن سلسلة من الحوادث الخطيرة التي يلاحظها حلفاء تركيا، ولكن بصورة عابرة، ولا يتخذون موقفا اتجاهها إلا نادرا. وأوضح التقرير أن التصرفات التركية بلغت الآن نقطة تصعيد خطيرة، كما أنها تضع نفسها في مسار تصادم مع العمليات الرسمية للاتحاد الأوروبي والناتو. عقيدة الوطن الأزرق، يرجع أصل هذه العقيدة إلى خطة وضعها الأدميرال التركي جيم جوردنس في عام 2006، وهي تحدد هدفا طموحا للقيام من خلال الدبلوماسية والوسائل العسكرية القوية بتحديد وتوسيع نطاق نفوذ تركيا في البحر المتوسط وبحر إيجا والبحر الأسود، مع تمكين الوصول إلى مصادر الطاقة والموارد الاقتصادية الأخرى. سياسات تركيا التوسعية وضعتها في مواجهات عربية وإقليمية ومتوسطية وأوروبية بسبب انتهاج أردوغان لسياسات تنظيم الإخوان الإرهابي المتهورة والعبثية. لقناة ليبيا الحدث، سفيان بوغرسة.